يعني في الحقيقة شهر مارس ده شهر جميل على كل سيدة، مفيش شك ان المرأة المصرية محظوظة بالشهر ده، تقريبا ما بيعديش اسبوع من غير ما يكون في احتفال بالمرأة المصرية. امبارح كان في احتفال كبير وحضروا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكرم فيه مجموعة من النماذج النسائية اللي قدمت في الحقيقة عطاء وكفاح مختلف المجالات، وكمان تم تكريم الفايزين بجائزة الأم المثالية على مستوى الجمهورية. وقال سيادة الرئيس ان المرأة المصرية العظيمة هي صانعة مجد الوطن والأساس المتين لبنائه ونهضته، وهي منبع الأمل في المحن والشدائد. في الحقيقة ان الكلام ده اللي قاله سيادة الرئيس هو مصدر قوة ودعم كبير لأي مرأة، وشفنا ترجمة ده على أرض الواقع. شفنا لأول مرة سيدة بتجلس على منصة القضاء في مجلس الدولة، كمان بتتعين في النيابة العامة، ده غير أن عندنا 8 وزيرات في الحكومة. ضيف على ده بقى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات الكثيرة اللي أطلقها سيادة الرئيس لدعم المرأة. ومن اللافت كمان يا شاذلي، وشفناه امبارح النماذج المختلفة اللي شفناها من السيدات، شفنا المرأة المسنة والمرأة من ذوي الهمم، شفنا نماذج كثيرة جدا في الحقيقة مشرفة.